في سؤال كده اخير بس يا كابتن وليد، يعني ايه رايك في موسيماني بعد الماتش بتاع موسيماني مين؟ بص بعد الماتش بتاع امبارح بص بص الاهلي يعني الاهلي اهو. اولا ما شفتوش بصراحه، تاني حاجه ان برضو انا ما بغيرش كلامي خالص، ان انا شايف ان الاهلي امبارح انا شايف ان اتصدر قبل الماتش ان الاهلي عنده غيابات وعنده ما هوش مصدق هو ده حقيقي، الراجل عنده 9 لعيبه غايبه. طب خلاص حقيقي بس اديني دقيقه بقى ميدو معلش. طيب لو جينا بالورقه والقلم اصل برضه نفس السؤال ده اتقال لي يعني. طيب انت عندك علي لطفي صح كده، الراجل ده بيلعب ولعب ماتش الزمالك ونهائي القرن والكلام ده كله، فالراجل اساسي. هكلمك هقول بسرعه، محمد هاني ده اصلا لعيب اساسي النادي الاهلي واتصاب والراجل موسيماني ما رجعوش، ومهم ركب فمحمد هاني راجل اساسي مش 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 بديل يعني. عندك رامي ربيعه راجل اساسي وبيلعب، وانا بقول من احسن المساكين الموجودين في مصر، وكان المفروض يلعب اساسي. عندك ياسر ابراهيم، ثانيه واحده بس اكمل، دول اساسيين معانا غايبين ايه؟ طيب لا مش معانا بس انا عايز اقول الكلام، نص دقيقه مش مشكله. ايه ما عنديش مشكله معاك يعني. طيب انت بتقول كل دول اساسيين، امال الناس اللي غايبه دي ايه؟ دول ايه؟ الشناوي مش اساسي مثلا، وعلى اللوز اساسي، ولا بدر بانون؟ طب ما اديني فرصه اتكلم. طب انا بتكلم، ما انا بشرح عشان يرد عليا. ما انا بشرح، ما انت بتقول اساسيين ودول مش اساسيين دلوقتي. دول مش اساسيين؟ ايوه طبعا. يعني ياسر ابراهيم ما كانش بيلعب اساسي؟ ياسر ابراهيم الوحيد بس ممكن اللي كان بيدخل مثلا رد. لا في الفتره الاخيره كان ياسر ابراهيم كان بيلعب اساسي، كان بنون وحمدي فتحي وايمن اشرف. يا كابتن وليد عندك رد كراجل زملكاوي ارششك ايه احسن من ده كله؟ قول ان مونتيري عندهم 9 لعيبه دوليين ناقصين. بص عندي رد يعني، خليك انا ما اعرفش. لا انا ما اعرفش مونتيري 9 ناقصين والله، عندهم 9 لعيبه دوليين ده جبتهم. لا لا هو كابتن واحد بس، اللعيبه نزل الشوط الثاني اللي هي كانت تعبانه، نزل الشوط الثاني واحد لعيب لسه شارينه ب 20 مليون ونزل الشوط الثاني واحد بس اللي جه، واحد بس. والله 9 لعيبه ناقصين. والنبي يا ميدو عشان خاطرك، اول مره مونتيري يخسر من فريق عربي. استنى بس، على فكره انا ما بقللش من انجاز الاهلي، انا بغششكم يا جماعه، ادوني فرصه. لا 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 انا عايز اطلع. صدقني يا ميدو، هو انت شفت انا قلت ايه؟ انا بالظبط، ما هو ده بالظبط اللي انا محتاجه اشوفه، ان هو قبل الماتش يا كابتن ميدو قال لك ايه؟ يا عم قال لك موسيماني ده ما بيعرفش حاجه. اديني فرصه. لا انا شايف ان موسيماني مدرب كبير، انا ماليش دعوه. لا انا مش معرفش حاجه، انا لا دي قصه ثانيه. انت راجل بيشتغل وعمل مباراه كبيره. انا ما قلتش انا موسيماني مدرب كبير، وعلى فكره قبل الماتش ده بصراحه موسيماني مدرب كبير بيتعرض لظلم جامد. انا ما قلتش ما عندوش فكره، انا بقول النادي الاهلي اكبر منه بس خلاص. ليه اكبر منه؟ ليه انا شايف كده؟ النادي الاهلي اكبر من اي، انا مش ليه اكبر من اي حد طبعا. النادي الاهلي اكبر من اي اهلاوي. طب انت النهارده طب انا عايز اسالك، هو انا انت النهارده معلش اقول لك حاجه، لو الراجل المدرب ده كان راجل اوروبي وعمل نفس الانجازات بتاع موسيماني كنت قلت كده؟ اقول ايه؟ هو مش باين في الملعب وباين تغييرات وباين الشغل بتاعه؟ هو انا اللي بقول كده؟ مش انا اللي بقول كده، شوف مع الاداء وشوف الراي الاعلامي. والله انا شايف ان الراجل بيتعرض لظلم جامد. طب انا ماليش دعوه يعني، ده رايي. الراجل جه خد 80 على فكره، خلي بالك ده 50% من انتصارات الاهلي في كاس العالم للانديه موسيماني اللي عمله. ده الاعلام الاهلاوي اللي بيتكلم عليه مش كويس. ازاي مش شايفين يا جماعه؟ لا لا بس فعلا في جزء من الاعلام الاهلاوي جدا يعني. مين بقى يا كابتن؟ مين؟ لا في ناس كانت بتنتقد. لا في جزء، خلي بالك انا مش بقطع يا كابتن. انا بتكلم طبيعي ان انت تتكلم لما يكون في اداء وحش. ما احنا دايما لما يكون في اداء وحش اكيد تتكلم وتقول الاداء لا في وحش وفي هنا لازم يغير ولازم يعمل. ده كلام فني نتكلم فيه كلنا، لكن الراجل كمجمل الراجل نجح مع الاهلي بنسبه 90% او 95%. خلاص مفيش مشكله، دي وجهات نظر يعني، وجهات نظر يا جدو. بص خليني اقول لك بس، ناحيه الشمال مين؟ ناحيه الشمال معلول راجل اساسي في نص الملعب. تمام يعني هو الاهلي ما كانش ناقصه لعيبه، كان ناقصه لعيبه. ناقصه ماشي، انت ما عندكش مهاجم. ثانيه واحده بس، ما هو ثانيه واحده يعني انا غششتك. طب ما هو لا 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 برضه انا بتكلم في كده، خلي ومصر قفشه راجل اساسي. بس انا عايز اعدهم بس، راجل اساسي ولا مش راجل اساسي؟ ماشي هم ثلاث لعيبه بس. احمد عبد القادر راجل احسن لعيب هيجي مصر بعد كده، وكان الراجل رجعه لعيب بيلعب اساسي ورجليه في الملعب ولعيب كويس لعب. يعني الفكره كلها عندك اللي قدام مين؟ عمر محمد طاهر، طاهر محمد طاهر راجل اساسي